عليك الصديقة ديالي ماشي انتي. دابا انا شكون؟ الله أعلم. الله اعلم. لا كملت. الو، السلام عليكم. الو، وعليكم السلام. كي دايره؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. خويا سعيد، كلشي مزيان؟ كلشي مزيان الحمد لله. الحمد لله. تفضل يا استاذه، شكون معايا؟ معك فاطمه من قرسيب. فاطمه من قرسيف. مرحبا بك فاطمه. بعد اختي من اللايف ولا حيدو كاع؟ فاطمه من قرسيف، شحال السن ديالك يا فاطمه؟ 36 سنه. 36 سنه. شنو الاسم ديال الدري؟ سميتو ميمون. ميمون. فين ساكن؟ هو من بركان ولكن دابا حاليا في اسفي. هو حاليا في اسفي ولكن ساكن الاصل ديالو من بركان. هو بركاني. يعني عيل عمل عنده في اسفي. هو غير عامل. واخا ميمون، شحال يكون السن ديال ميمون؟ يكون بحال هكا شي 36 37 سنة هكا. نديرو له 36. واخا شحال نتوما على العلاقة اختي فاطمة؟ دابا هذا رمضان اللي غندخلو ليه عام. يعني عام دابا تقريبا. واه واخا رمضان عام. العلاقة ديالكم تلاقيتو كتلاقاو فيها هكا بزاف ولا عيل حب الويفي؟ يعني ملي كنجي من الخدمة نتلاقى نتشاف. يعني كيجي كل اسبوع ولا مره مره ولا شنو؟ لا ماشي كل اسبوع، كيجي مره مره. يعني هو عنده الخدمه كيجي غير مره مره قليل. واخا اخر مره شفتيه؟ اخر مره شفتو هاد السيمانه اللي فاتت. السيمانه اللي دازت. واخر مره تواصلتي معاه؟ غير دابا عاد. دابا عاد. بغيت نعرف واش يعني غير انا اللي كاين ولا كاين شي حد اخر. يلا عطينا. وشنو كيقول لك انت اللي كاينه وناويك للزواج؟ داكشي اللي كان. ما حضرش مع والديك ولا شي حاجه؟ لا. اعطينا الرقم ديالو. زيرو قيد. زيد زيد زيد. الو، السلام عليكم سي ميمون. السلام عليكم. كي داير سي ميمون؟ لاباس عليك؟ لاباس. اش اخبارك؟ العائله، الخوت، الوالدين، كل شيء مزيان؟ الحمد لله. سي ميمون 36 سنه من اسفي، راك معنا على المباشره سي ميمون. معك سعيد خربوش من برنامج اهداء الليل. مرحبا بك معنا، وسمحنا لا فيقناك من نعاس سي ميمون. مرحبا بك سي ميمون معنا، وشكرا لحسن الاستقبال والروح المرحه باش استقبلتينا سي ميمون. الله يكبر بك سي ميمون. البرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول على السوشيال ميديا، برنامج المفاجآت الليلية. عزيز عليك شي مفاجآت سي ميمون؟ الو، الو سي ميمون. الو سي ميمون. للاسف ما كيسمعناش. يمكن الو سي ميمون. الو الو سي ميمون، واش ما كتسمعناش؟ الو. وي سي ميمون. اخويا. وي خويا، ما قطعت ياك؟ لاباس. اه ماشي ماشي مشكل. سي ميمون سمعتيني شنو قلت لك؟ نعم خويا. وسمعتيني شنو قلت لك؟ واخا سي ميمون، بحال ما قلت لك البرنامج ديالنا كما هو معروف، كما هو متداول على السوشيال ميديا، برنامج المفاجآت الليلية. واش عزيز عليك شي مفاجأة سي ميمون ولا والو؟ بحال مفاجأة. مفاجأة زوينين سي ميمون. اي مرحبا.
مرحبا سي ميمون، معانا شخص المفاجأة، راه هو اللي زودنا بالرقم ديالك، زودنا بكاع المعلومات اللي عليك السي ميمون. هادشي اللي عطانا هو أكد لنا بأنه بيناتكم واحد العلاقة، وهي بين قوسين السي ميمون، راه معانا آنسة أكدت لنا على أنها معك على علاقة، كتواصلوا مع بعضياتكم، كتلاقوا مرة عايشين الحب والحياة السعيدة السي ميمون. هادشي اللي قالت لنا، وناويها للزواج السي ميمون، هادشي اللي قالت. ومن طلعت معانا على المباشر قالت لنا ما كرهتش نستغل البرنامج ديالكم ونعبر على مدى الحب ديالي لهذا الشخص هذا السي ميمون. انا غادي ندوز عليك. اوكي اوكي مرحبا. واخا. الو استاذه، بقى معنا؟ وي الصوت ديال ميمون هو هذا. واخا انا غادي ندوز لك للاشاره السي ميمون. غادي نزيد نقربك من هاد الامور شويه. هاد الانسه اكدت لنا على انها معك على شي علاقه، وماشي علاقه السي ميمون علاقه عاديه، هادي علاقه كنظن علاقه مبنيه على الصح، ماشي اي علاقه سي ميمون، لان داكشي اللي عودت لنا سي ميمون ما كيبينش على انها علاقه عابره والسلام، كيبين على انها شي علاقه ماشي سهله سي ميمون. ملي طلعت معنا على المباشر قالت لنا ما كرهتش نعبر على مدى الحب ديالي لهاد الشخص هذا السي ميمون، وكنظن راك عرفتيها شكون هي السي ميمون. اييه واخا معنا. قول لي سي ميمون قبل ما ندوز عليك، شكون اللي جا في بالك تكون هاد الانسه هادي في نظرك؟ ما عرفتش. ليه انت يا سي ميمون شي انسه عزيزه عليك، ناويها للزواج ان شاء الله سي ميمون، وبحال ما قلت لك العلاقه اللي بيناتكم ماشي شي علاقه عاديه ولا علاقه ديال بحال ما كنقولوا غير دوز، هذه علاقه مبنيه على تفضل السي ميمون باش ندوزو هذيك، راها معنا على المباشر. عرفتيها شكون السي ميمون؟ لا ما عرفتش. يلا شكون اللي جا في بالك السي ميمون؟ شكون توقعتي تكون هاد الانسه هذه في نظرك؟ ما عرفتش. ميمون عندك شي علاقه في حياتك ولا ما عندكش؟ نعم. عندك شي علاقة حب في حياتك ولا ما عندكش؟ نقدر نقول لك نقدر نقول لك لا. يعني انت مشكوك في راسك، واش عندك علاقة ولا ما عندكش؟ ايه عندك شي. لا وشنو نعتبرو زعما، واش عندك علاقة ولا ما عندكش باش بحال تقول كاينة علاقة. كاينة علاقة. ايه وراه هي هذيك اللي معانا سي ميمون مالك؟ نعم. هي هذيك اللي معانا الأنسة اللي عندك معاها علاقة ودي سي ميمون، راه هي اللي معانا. ما عرفتش حيت قلت لي وحده ما قدرتش نقول لك شكون هي. على انت شحال عندك السي ميمون؟ عندك على وحده. اوكي ما قدرتش نقول السميه ديالها. بالعكس السي ميمون هي راها معانا وراها فرحانه وطالعه معانا على المباشر وشد لها الخط بالريق الناشف وفرحانه بيك، باش الصراحه ما شفتش رده الفعل ديالك غتكون هكا صراحه. ما انا غادي ندوز لك، رانا غادي ندوز لك، غتهضر معاك دابا وراها كتسمعك عاوتاني. واخا انا كنسمعها. تفضل تفضل، انا انا انا, أنا غادي ندوز لك غير فقط. قلنا شكون توقعتي؟ عطينا الاسم ديال السي ميمون باش ندوزو عليك. خديجه. هو تماما السي ميمون، مالك مخلوع؟ شنو كتعني لك خديجه السي ميمون؟ نعم. شنو كتعني لك خديجه؟ خديجه صديقه ديالي وكلشي. كتبغيها بيناتكم علاقه حب؟ اييه. الله يخليكم بعضياتكم يا ميمون. بقى معنا، انا غادي ندوز عليك. الو فاطمه. الو سميتك فاطمه ولا خديجه؟ سميتي فاطمه ماشي خديجه. اخويا محمد بغيت نسولك عافاك. احوال اخويا سعيد؟ سمي على النمره اللي عطيتك. ماعرفتش واش هي هذيك ولا دابا شنو دابا الصوت ديال السيد، واش هو هذا ولا ما عرفت؟ جاني مختلف في الاخر في التست. جاك مختلف؟ يعني انت النمره ديال السيد اللي عندك معاه علاقه وما عارفاش النمره ديالو؟ لا عاود لي النمره، النمره اللي عطيتك عاودها ليا. انا ما يمكنليش نعاود لك النمره، انت اللي احكي عليا النمره. يلا واه. ايه ايه الو ايه
هي هذيك اختي النمره، النمره صحيحه، وراه هو هذا اللي معنا. دابا انت سميتك فاطمه ولا خديجه؟ انا سميتي فاطمه. هاك هو معك مول خديجه، يلا قطع علينا. السلام عليكم. بلاتي انا غادي ندوز لك. واجده؟ واجده ضروري. يلا هاك. وي السي ميمون. اخويا انا قطعتي. لا ماشي انا، راه من عندك. هيا معك خديجه السي ميمون. اوكي اوكي مرحبا. هيا تفضل اختي خديجه. سلام ميمون. بخير؟ الحمد لله. واش مزيان؟ الحمد لله. زعما توحشني الدار ولا؟ انت مزيان بخير؟ الله يحفظك. نعم سيدي الحمد لله. عرفتني شكون انا؟ نعم عرفتني شكون انا؟ لا كيفاش لا؟ اه واش عرفتني شكون انا؟ ما تقوليش لا. لا ما عرفتكش. انا خديجه. شكون خديجه؟ ما عرفتش واحد سميتها خديجه. دابا عاد قلتي السيد انا كنبغي خديجه الطليقه ديالي. اه ما كعرفتش واحد سميتها خديجه انا. هادشي اللي قالك اخويا سعيد؟ راه كلشي باقي مسجل في البث المباشر. ايوا مزيان. انت قلت له راه عندي خديجه، راه الطليقه ديالي راه كان مازال بيناتنا حب لحد الان. انا ما قلت لا حب لا والو، قلت لي ما قلت لي خديجه كعرفها ولكن ماشي انت. ايوا انا شكون؟ انا كعرف خديجه صديقه ديالي ماشي انت. دابا انا شكون؟ الله اعلم. الله اعلم. لا كملت. انا فاطمه عبد السي ميمون. ما انا فاطمه. شكون فاطمه؟ شكون فاطمه؟ لا فاطمه مقرسي. ما كعرفتش واحد انا سميتها فاطمه مقرسي. راك غلطه اختي وقعت. عطيت التليفون لمولاه باش تسدي له هو هذا. تليفون عطيه لمولاه. كيفاش عطيه لمولاه؟ تليفون عطيه لمولاه الميمون. ميمون الاصل راك انت ماشي انت هو ميمون. سي ميمون واش انت اللي ميمون اللي معانا؟ ميمون. تفضل يا استاذه تفضل انت واقيلا. الو. هذا بيهضر معايا ليشان. شنو؟ ما تبقاش تقول لي انت هو ميمون وما كتعرفش وحده من كرسي. ما كعرفتش وحده سميتها كرسي انا ولا خديجه. واخا انت منين بعدا؟ انا؟ انت. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هذا راه ماشي ميمون. وشكون هذا؟ حنا كلنا على ميمون. ها؟ وشكون هذا؟ ماشي ميمون اختي هذا، انا تنسكن هنا واحد عين عوده. والله الا كضحكوا على بنادم اقسم بالله العظيم العظيم. وانتوما اختي اللي تضحكوا علينا تقول لنا ميمون. هو سلم عليه سلم عليه وقول له قالت لك فاطمه مبروك عليك خديجه وبالصحه والراحه. مين هو؟ ميمون. قول ليه قالت لك فاطمة مبروك عليك خديجة بالصحة والراحة. ما كنعرف اختي لا ميمون لا والو. انا نوريك العنوان ديال الدار ديالنا وكلشي وجي وغتعرفي واش عندنا حنا شي واحد سائل لا سميتو ميمون ما كاينش كاع. ولكن هو راه معاه قال لك سميتو ميمون. هذاك اللي معاه هو براسو قال لك سميتو ميمون. الله يلا احنا بغينا نضحكوا معاكم شوية وصافي. راه ما كاين عندنا حتى شي واحد سميتو ميمون. ضحكوا على راسكم، ما عندكم على ما تضحكوا معنا. ضحكوا على راسكم. حنا ماشي ديال الضحك. سميتو ميمون نعطيوك العنوان نعطيوك كل شيء وجي لدارنا عند مي وبا وشوفي واش عندنا شي واحد سميتو ميمون. المهم انا قلت لك سلم عليه وقول لي قالت لك فاطمه مبروك عليك خديجه. الله يسخر لك.
وشكون هو هذا ميمون؟ جي عندي، جي عندي انا لا، وجي نمشيو داركم ونجي نشوفو واش عندنا شي ميمون حنا في الدار، ميمون تكون جارنا. هاد ميمون انا ما عمرني سمعتو. وهذاك اللي معاك؟ حول على ما عمرني سمعتو. ترى ممكن حول ولا قوة إلا بالله. دايما واشري قلت لك سلم عليه وقول له بالصحة والراحة خديجة وهنينا. سي ميمون تحياتي لك اسيدي، وسمح لنا بزاف. واخا شكرا اخويا سعيد، الله يرحمك. تحياتي لك اختي فاطمة. تحياتي لك اختي.